خشي خشي. اخيرا انا حاسه كنت في كابوس. وربنا ما مصدقه ده نزع لي نبي. الف حمد وشكر لك يا رب. الف حمد وشكر لك. الحمد لله. بقول لك ايه يا عمر، ما تسيبني هنا لغايه ما ناخدوا الفيلا زي ما وكيل النيابه قال، وروحوا نقعدوا فيها. انسي، انا من النهارده مش هسيبك لحظه واحده. النهارده تعيشي معايا بيت اخوكي. انت ما تعرفش اني محتاجه لك قد ايه. اني خلاص يا ولا بقيت متعلقه في رقبتك، ماليش في الدنيا غيرك. شلمي دمك يلا بسرعه بسرعه عشان تيجي معايا. ماشي ماشي يا عسليه. ماشي. يا حس، احنا وصلنا البيت الحمد لله كله تمام. هنتحرك على البيت عندي. تمام، هذا الدكتور وتعالى على البيت. عمر، ايه اللي جرالك؟ ايه يا حبيبي؟ فيك ايه؟ قوم معايا. يعني ايه منار اتخطفت؟ احنا اول ما طلعنا من النيابه رحنا على بيت ماما الله يرحمها. ايوه، وانا نزلت وبعدين كلمتك من الطريق. بالظبط، وانت بقى بتكلمني كانت هي دخلت تجيب الشنط بتاعتها. ايه يا حسام؟ احنا كله تمام. ساعه كده انا بقى في البيت عندي. يبقى تعالى لي. مش فاهم يعني ايه بالليل احسن. اوكي فهمتك فهمتك، انت عايز تعرفها على الدكتور كانه واحد صاحبنا ونقعد نتعشى في مكان وكده يعني. طيب، فكره ألذ. ماشي اوكي، هستناك. يلا سلام يا حسام. بعد سلام. كده لقيت في واحد دخل البيت لابس ماسك كده وملسم. ايه ده، انت مين وعايز ايه؟ ما فوتش غير بعدها بكتير قوي. فوقت على صوت الموبايل وهو بيرن. نار منار منار. ولما اتصلت بيك وانت ما ردتش جيت لك على طول، قلت انت اكيد نايم. انا اسف، الموبايل كان سايلنت، ما سمعتوش. طب تفتكر مين يكون عمل كده؟ ممكن يكون جابر. جابر عارف ان شريف هو اللي قتل اخوه، ملوش اي علاقه بمنار دلوقتي. المشكله كمان ان البواب ما كانش موجود، في واحد بعته مشوار. واضح ان انتوا كنتوا مترقبين، في واحد عارف كويس تحركاتكم، عارف امتى خرجتوا من النيابه، وعارف ان انتوا كنتوا فوق لوحدكم. اوعى تكون بتشك في اللي انا بفكر فيه. هي مفيش غيرها. قسما بالله لو طلعت هي انا هقتلها بايدي. مش فاهم الزفته دي بتعمل كده ليه.